الجزائري. شوفوا هاد لا فيديو، هاد المقال داروا اليوم راهو تفيد الراجي. شوفوا مليح واش يهضر، اسمعوا مليح. راشد النكاس في كل مره على احترام المؤسسه الدوله لجميع الجهيزات سوى عسكريه. المهم لا سويت راكم على بالكم، زعما يهضر واش يهضر، زعما راشد النكاس بعث لنا وقتاش واش يهضر راشد النكاس، وهادي وقتاش بعثها، بعثها اليوم. دوك نوري لكم دقيقه، نوريكم بلي بعثها اليوم. هاد المقال بعثو اليوم، استناو دقيقه هاوليك بعثو اليوم. هاي في دار شرانا اليوم، اليوم عندنا 19/5 صحيتو بعثها. وزعما كوم كوا راشد النكاس عمرو ولا سب المؤسسة ولا الدولة جميعا. مؤسسة شفتوها مليحة هايك، شو يقول أو يقول هايليك في كل رشيد نكاز في كل مرة على احترامات لمؤسسة الدولة الدولة بجميع الأجهزة سوى عسكرية أمنية وديمقراطية ولا مش عارفة. المهم فكيف تتصورون أنه يرفع شكوى ضد المؤسسة العسكرية الجهاز الأمني العسكري؟ هكذا يا أخي، هكذا وش كان يقول؟ أخي هكذا وش كان يقول؟ إما لا دوك نبين لك يا سي، أنا قلت لك يا أخي شاك فوا نقول لك، أنا نجيك بالبيان باللي يسب العسكر واتهم العسكر، هكذا. شكرا. على وتقدر سرقت وتقدر يسرق مليار دولار، 10,000 مليار سنتيم جزائرية. وعلى بالكم بلي كان تقرير رسمي من وزارة المالية في هذاك الوقت، الوزير كان يسموه مراد مدرسي اللي توفى ربي يرحمه، اللي كان من بعد رئيس مجلس دستوري. على بالكم بلي واش داروا في هذا التقرير الرسمي؟ قالوا بلي هذا وتقدر، هذا اللي راه يحكم في الشركة سوداطراك اليوم، زاد الفاتورة العسكر الجزائري والشركة سوداطراك. شحال زاد الفاتورة؟ زاد بين سوداطراك والجيش الجزائري مليار دولار، 10,000 مليار سنتيم جزائرية. أنا حسيت في ذاك الوقت باللي الجيش الجزائري، وعلى بالكم شكون اللي كان، شكون اللي كان يحكم في الجيش حتى اليوم بال 2004 يسموه سي قايد صلاح. وسي قايد صلاح اللي اليوم قال لك نطبقوا المادة 102، لماذا؟ باش كيتش به هذا الإنسان زاد الفاتورة العسكر الجزائري. لماذا؟ باش كاش ضد هذا السراق تاو تقدر. تعرفوا علاه ولا لا؟ باسكو كاين ناس في العسكر هما داو الدراهم فهادي مع وتقدر، راكم تسمعوا؟ كاين ناس اللي راهم يحكموا في العسكر الجزائري ماشي كاع، كاين ناس هما راهم كومبليس مع وتقدر باش سرقوا الدراهم من الخزينه الجزائريه. وهذا التقرير الرسمي على هذا الشيء. هذو الناس راهم خايفين لو كان يجي، شوفوا بعينيكم cadre juridique de passation des marchés du ministère de la Défense nationale. داروهم دي كونترا غري اغري، يعني ما كان اوكان ابل دوفر. يعني يا دي كومبليسيتي او سان دو لارمي الجيريان مع وتقدر. فهمتوا وين راني باغي نوصل ولا لا؟ هادو الناس اللي راهم يحكموا في العسكر ماشي كاع، راهم كومبليس مع وتقدر سراق باش يسرقوا الدراهم تاع الشعب الجزائري. وهذو الناس راهم خايفين لو كان يجي رئيس جديد يكشفهم. انا قلت لكم نكشف بصح ما نحاسبش، نسمحوا لكم يخرجوا برك بركا وما تفسدوا بلادنا. يا الناس الجيش الجزائري بركا وما تفسدوا بلادنا، خلوا الشعب الجزائري راه فرحان، راه في العرس ديمقراطي. السلام عليكم يا شعب الجزائري، السلام عليكم يا شبيبة الجزائر، السلام عليكم يا مواطنين، السلام عليكم جيش الشعب الوطني، السلام عليكم يا أمن الوطني الشعبي. صحة فطوركم، صحة صيامكم، صيامكم إن شاء الله في الجنة، وصحة سحور لي اليوم، صحة لي دوكاتك. بعد ما شفتوا هاد لا فيديو، هادي هي المقال داروا اليوم راشد النكاس كيما لطفي دراجي كيما شفتوا في في لا فيديو اللي بعثتها لكم، داروا كوم كوا راشد النكاس كان كل يوم مع المؤسسه العسكريه عمره ولا سبها، وكان محترمهم كل شيء. بعد ما شفتوا هذا الفيديو انا وريت لكم دليل، شفتوا يا اخي الدليل باللي كان يسب في العسكر كوم كوا سراقين وتقدر.
لا هاد لا فيديو اللي درتها ما درتهاش لكاع الشعب الجزائري، درتها لمبردعين، لمبردعين تاع الصح اللي يمنوا كاع واش يبلعوا كاع واش يقولوا لهم. وسمعتوا منيح رشيد نكات واش قال؟ قال خلوا الشعب يفرح، خلوا الشعب يكون فرحان. وهذيك الفرحه هذيك الديمقراطيه تعرفوا شنو هي؟ هي الجيرة لا جير سيفيل، حب كان حاب ينوضها في الشعب. الو كاع واش قال لكم كاع واش شفتوا كاع كذب في كذب، وهادو من العمالة كاع يواسوا هذاك الشيء، وكاع انتوما يا النص تاع الشر ديما اللي كنت تمنوا فيهم يا مبردعين يا كنت تمنوا فيهم، زيدوا تامنوهم دوك هذيك يا اخي. دوك هذيك شنو الدليل تاع داركو وش عرفت ولا الصونات راك شفتوا بلي كلش كذب في كذب يا اخي، عبد السلام كلشي في فرنسا شفتوا واش كان يحكي هذاك الخبيث بلا ها شفتوا بالدوسي دوسي هذاك تاع خرطي في خرطي مانيش عارفه منين جابوه كيفاش خدموه. شوفوا وين يلحقوا العملاء، شوفوا الصهيون وين يلحق يخدم بالعملاء الجزائريين، شوفوا وقت الحد اما حد يخدم بيهم يخدم لهم من كوار كوار يخدم لهم كاع في شفتوا منيح الدوسي عاودوا شوفوا. درت لكم ديجا عندها بزاف درت لكم يا اخي فيديو على هاد الدوسي تاعو اللي داروا هكذا يما لا هكذا. يا الشعب الجزائري نحبكم تبارطاجيو هاد لا فيديو، الشعب الجزائري بارطاجيوها باش يعرفوا باش يفطنوا ان شاء الله الشبيبه تاعنا تفطن باللي وهاد العملاء واش يقولوا لهم كاع سكتوا هذاك امير خبيث كاع واش يقول لهم كاع كذب في كذب الدوسيات اللي يجيبوا لهم كاع كذب في كذب. هاو الدليل الدليل الدوسي اللي جابوا لكم رشيد الكاس بيه تفهموا كل شيء بيه تفهموا كل شيء. ونطلب نطلب نطلب من الدولة تاعنا تحكم هذا لطفي دراجي، راهو رايح بعيد راهو رايح بعيد هذا راهو رايح بعيد أكبر شر ديما هذا هو. صحة صحوكم صحة صيامكم، تحية الجزائر تحية الجزائر تحية رئيسنا تبا حفظه الله ورعاه احتراماتي وتقديري وتحياتي لجيش الشعب الوطني والأمن الوطني الشعبي. الله يرحم الشهداء اللي ماتوا بالكورونا وربي يخفف علينا هذا البلاء إن شاء الله. ويا ناس حضروا على روحكم حضروا على روحكم قد ما تقدروا حضروا على روحكم، هذا ابتلاء يا ناس هذا ابتلاء من عند الله ماشي من عند فلان ولا فلان، هذا من عند الله. الله راهو امتحن فينا يا ناس نعلو الشيطان. والسلام عليكم.